فينا نبقى بجمهورية الحوالي والتقريبا والنحو ونبني دولة. بدنا لما نفوت على سلطة القرار نحن من جوا بالشرعية اللي بتعطينا إياها الناس بدنا نقول لهم غصب عنكم نحن يوميا بدنا نطالب بالرقم الدقيق اللي بدكم تعترفوا فيه قدام الناس لحتى نعرف حالنا وشو بدنا بعد لندق بالذهب لأنه هلا عم ببلشوا يهددوا بالدق بالذهب. ليش حدا عارف حدا في وضوح بموضوع حدا بيعرف حتى حدا بيجاوب اليوم شو مرغوب هذا في منطقة اليهودية. رئيس مجلس النواب شخصيا الأستاذ نبيه بري يعتبر من أكبر محتلي الملك العام ومن أكبر المتعدين على البحر بحيث بنى له شاليه على البحر. هذا هو مع كل هذه الحصر لأملاك عامة لمنفعة شخصية محددة. في الواقع سألت أكثر من مهندس ومختص لماذا هذا الشيء، في الواقع لم يجد أحدا جواب سوى شعور صاحب هذا التعدي بأنه قوي إلى درجة أنه يستطيع أن يردم ويبني سنسولا ويقفل بحرا، وبالتالي فعل ذلك للمتعة فقط.